كتير، ولما بنقول اسمها بنشوف العبير والأنوثة والجمال والرقي والموهبة. هي وردة الفن الجميل، صاحبة الأدوار المختلفة، هي جريئة ومغامرة، قدمت لنا دور مختلف وجديد في نسبة نصيبي واسمتك. النجمة عبير صبري. تعرف انه خايف يتجوزني؟ خايف يتجوزني لانه خايف منك. بس انا خلاص بقى، خلاص اتخنقت، وعليا وعلى اعدائي. انت ايه البجاحه والسفاله اللي بتتكلمي بيها دي؟ اسمعي يا بنت، انت بتتكلمي معايا تتكلمي عدل، وتعرفي انت بتتكلمي مع مين. راويه اغلى حاجه عندي، ووليد ملك راويه بتاعي، يعني هتجوزه هيرجع لي، يعني هيرجع لي. والا بقى، والا هندمك على اغلى حاجه في حياتي. عبير كرانيش كتير قوي والكعب كتير برضو. كل سنة وانتم طيبين. مبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة، وبشكر دير جست لان دي تالت مرة انا باخد فيها جايزة. اول مرة كانت عن مسلسل مع سبق الاصرار مع المخرج العبقري محمد سامي، تاني مرة كانت عن الطوفان مع المخرج الكبير جدا خيري بشارة، تالت مرة عن اسمتي ونصيبك او نصيبك واسمتي لاني دايما بقول اسم غلط مع المخرج محمد سلامة. مبسوطة جدا، وبهدي الجائزة دي لكل الفريق العمل اللي كان موجود في المسلسل، والجوزي حبيبي اللي بيحضر معايا أول مرة تكريم، وشه حلو عليا. ميرسي يا حبيبي، وميرسي لدير جاست، وميرسي ليكم كلكم. كل سنة وانتم طيبين.